ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة أستاذ شاكي. ازيكم وعاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. بصوا يا جماعة، في حركة بسيطة جدا تقدر تعملها وسهلة وتسهل عليك شغل كتير اوي. لو انت عندك دلوقتي اكتر من شيت، يعني ده شيت واحد، شيت اتنين، شيت تلاتة، شيت اربعة، شيت خمسة، ستة، وهكذا. دلوقتي لو انت عايز تعمل نفس الحاجة في كل الشيتات دي، فانت كنت ممكن تعمل ايه؟ تعمل مثلا جدول مثلا من A لإف مثلا، وتعمل كده، وبعد كده تروح على الشيت رقم اتنين وهكذا. لا، الطريقة دي مش بتخلص حاجة. عشان تعملها بطريقة صح، تعملها ازاي؟ بص، في ان تروح دايس على اول تاب، على اول شيت واحد، وبعد كده تدوس كلمة شيفت، وبعد كده تروح دايس على شيت سبعة. بص، تلاقي كلهم اتعلموهم. وبكده تروح عامل كده مثلا الجدول اهو، وتخليه مثلا اول حتة كده من فوق مثلا دي بالاصفر، وتكتب مثلا وليكن، ونوسع دي كده شوية، مثلا دي مثلا تبقى النيم، مثلا النيم، الايدج مثلا، مثلا الاي دي، وهكذا. وتخلي مثلا الكتابة دي كده كلها باللون البولد والكبير مثلا كده، وتخليها في النص. ده كده انت عملتها في كل الشيتات. بص، لو تلاحظ اهي، شيت اربعة، شيت خمسة، شيت ستة، شيت سبعة، شيت تمانية لو عملتها هتلاقيها فاضية، لكن عشان انت محددهاش فهتلاقي كل الشيتات معروفة. فكده بتبقى اسهل بكتير قوي انك تختار، تدوس على كلمة شيفت وتروح معلم على التابات كلها او الشيتات كلها، وتلاقي بعد كده الموضوع بقى احسن بكتير قوي، والموضوع هيبقى احسن بكتير جدا. شكرا جدا ليكم، وتابعني عشان تتعلم حاجات كتير قوي في الاكسل، وصدقني هفيدك كتير قوي في الاكسل. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناة استر شاكي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.